عليكم، مرحبا بكم، عسلامتكم من جديد. وصفة من وصفاتي إن شاء الله تعجبكم. اليوم جبت لكم تحلية خفيفة، حاجة بنينة وشابة تقدموها في أي وقت أي مناسبات، ما في فصل تاع رمضان تقدموها في السحور تانيك. عندنا التحلية ما شاء الله كما تشوفوا المكونات اللي عندي. عندي 4 كيسان تاع الحليب، 2 ملاعق كاكاو بودر هاو الراي، وعندي 3 ملاعق تاع السكر، وعندي 4 ملاعق تاع المايزينا، وعندي ملعقة زبدة. كما راكم تشوفوا المكونات ما شاء الله، حاجة خفيفة وسهلة كما راك تشوفوها وراهم. بون، قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوا ديرولنا ابوني في الصفحة، بارطاجي الفيديو باش يعرفكم كل جديد ان شاء الله. ايه تبعوني دوك نبدا. بون، كما راكم تشوفوا جبت انا الكاسرونة تاعي. هنا نبداو بالحليب الاولاني، نديرو 4 كيسات تاع الحليب. بون، درت 4 هنايا، نزيد السكر. نحركوا مليح المكون تاعنا، وعندنا المايزينا تاعنا، يعني وصل ما شاء الله كما راكم تشوفوا هكذا. كون المايزينا تخلط مليح الدوبلنا وما تقعدناش لتحت على الاسفل. عادة تاني الكاكاو، كيما الكاكاو درت انا القهوة، ما درتش الكحل. بون، كيما تشوفوا انا خلطت مليح هنايا، درت بارد في بارد هنا، كل حاجة باردة. دوك نحطوها فوق النار باش تعقد وتحكم روحها. دوك تبعون دوك دايرها فوق النار هنايا، كيما راكم تشوفون درتها فوق النار حتى كي نشوفها تغلي تحكم روحها مليح. بعدا نزيدو لها الشيكولا حبات ونسدو لها الزبدة من فوق. كيما راكم تشوفون قعدو غير نحركو هنا مليح هكذا. النار ديروها متوسطة، ما ديروهاش قوية بزاف النار. درك انا كي تشوفوا الحليب تاعكم سخن، ديروا الشيكولا معاه باش تذوب معاه الديره. ها راهي، ونخليها تذوب معاه كما راك تشوف هكذا. واقفة تحصلوا عليها. دوك انا نطفو النار تاعنا ونديرو غرفة تاع الزبدة اللي وجدناها من قبيلة. هاليك غرفة تاع الزبدة نديروها هنايا باش تعطي الشكل اللامعان تاع الشيكولا تاعنا. و طفيت انا الفرن تاعي، دوك انا نخلط غير بلعقتي وندوب لي الزبدة. دوك انا كي دابت لي، دوك موجد كيسان تاعي نحطهم داخل الكيسان. دوك انا عندي كيسان تاعي، ها نفرخهم انا غير بالعقل هكذا. ما شاء الله كما كنت تشوفوا. هنا هي طريقه التزيين، عندنا نديروا نوت كوكو كما راكم تشوفوا. نوت كوكو نديروا هكذا من فوق، الفيديو ساعه توجدوه في 5 دقائق، توجد الفيديو ما يطول، ما يشدلكمش اليد بزاف، يعني وصل ما شاء الله.
طريقة تزيين كل واحد وكيف يزينها. يعني ما شاء الله جات هكذا، هنا دو نخليها تبرد نوريكم كيف جات. بون هنا كيما راك تشوفوا رانا الحق، انا كيما شبحناها جات ما شاء الله، جات في القمة. هاك تشوفوا هنايا حق مطرحة بيها هنايا، هاي وراي يعني ما شاء الله. نعمل بناء حاجة واحدة أخرى تانيك. هنا لحقنا نهاية الفيديو كما راكم تشوفوا، مرة جاية فيديو جديد إن شاء الله، حاجة جديدة نجيبها لكم. ما تنسوا دير أبوني للصفحة، دير اشتراك باش تحققوا كل جديد إن شاء الله. فيديو المقبل إن شاء الله. سلام.